بتر قدم الفنان شريف دسوقي بعد عملية جراحية. أعلنت الفنانة المصرية بدرية طلبة خضوع الفنان شريف دسوقي لعملية جراحية انتهت إلى بتر قدمه إثر مضاعفات إصابته بمرض السكري. وأعربت بدرية طلبة عبر صفحتها بموقع فيسبوك عن حزنها الشديد من تجربة المرض التي يمر بها شريف دسوقي، قائلة عن تجربة عشتها مع بابا الله يرحمه: صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مكتور، وخصوصا رجليه. ربنا يصبرك يا شريف ويقويك يا رب ويتم شفائك على خير. وأوضحت الفنانة الكوميدية المصرية طبيعة الحالة الصحية لشريف دسوقي قائلة: للناس اللي بتتصل وبتبعت رسائل عشان تطمن على الفنان شريف دسوقي، كان فيه جرح في رجله الشمال وهو مريض بالسكر، حالته سائد جدا، وبعد الفحوصات والإشاعات والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة، وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمد لله. ادعوا له ربنا يتم شفاؤه على خير. كان الفنان شريف دسوقي قد هاجم نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي بعد إصابته بقدمه خلال فيلم وقفة رجالة، إذ اتهمه بعدم الوقوف معه ضد المنتج أحمد الجنايني الذي رفض تعويضه أو دفع باقي أجره. كما نفى الممثل المصري إصابته بمرض نفسي ألزمه دخول مستشفى الأمراض النفسية والعقلية وطرده من المسلسلات بسبب تصويره وهو مخمور. وقال شريف دسوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلام المصري عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية أن دخوله مستشفى الأمراض النفسية والعقلية كان قبل 20 عاما عقب انفصاله عن زوجته، وأكد أنه وقتها تعرض لصدمة شديدة ألزمته دخول المستشفى للعلاج، خاصة أنه كان يحبها كثيرا ولم يكن دخوله في الفترة الحالية كما يتردد على بعض المواقع على حد قوله. طمأن الفنان شريف دسوقي كل متابعيه على حالته الصحية بعد إجراء عملية جراحية وبتر قدمه، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل شيء. وكشفت الفنانة بدرية طلبة عن الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي بعد إجراء عملية جراحية وبتر قدمه، وقالت بدرية: بالفعل الفنان شريف دسوقي أجرى عملية جراحية وتم بتر قدمه وحالته مستقرة الآن، وربنا يشفيه ويقوم منها، والجرح اللي كان في رجليه حصل له أثناء تصوير فيلم وقفة رجالة وتفاقم، الدكتور اللي بيتابع حالته أكد إنها سيئة وتم بتر قدمه. ظهر شريف دسوقي ضيف شرف في مسلسل نجيب زاهي زركش الذي عرض في رمضان المنقضي، والعمل بطولة كل من يحيى الفخراني وأنوشكا وشيرين ورنا رئيس ونهى عبدين وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم ومحمد محمود ومحمد يسري وتميم عبده ومحمد الصاوي وفتوح أحمد وعدد آخر من الفنانين الشباب. والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني وإنتاج سينرجي.